السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الاوفياء لهذه القناه هذه المتواضعه ولهذا العبد الضعيف. بحال العاده اخوتي المغاربه، جيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم جدا وحساس، وبدون لغه خشب وبدون تملق وبدون تكبر. بحال العاده هادشي اللي غادي نقول لك دابا وقيل اول مره غادي تسمعوه انت، يعني كتفكر فيه ولكن ما عمرك رديتي له البال. اللي كنطلب منك انا اخي واختي المشاهد والمشاهده انك تحلي وانك تحل الودن ديالك معايا وتسمع مزيان هذه الهضره اللي غادي نقول لك واللي غادي نقول لك الا بغيتي تقطعي البر الامان. بغيت اخوتي نطرح عليكم واحد السؤال وتجاوبوني بصراحه، واخا انني مأكد انكم غادي تعرفوا الجواب، غادي تجاوبوا على هذا السؤال هذا، ولكن اللي ما كتردولوش البال هو هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا واللي خصكم تردوا له البال. السؤال وهو شنو هو الشعار ديال المغرب؟ شعار المغرب هو الله الوطن الملك. الله حيت هو اللي خلق الكون، هو فوق كل شيء مقدس، لأن حنا مسلمين كنقدسوا الله سبحانه وتعالى حيت هو اللي خلقنا وزرع فينا الروح، هو اللي خلق الجبال البحار المحيطات. هادشي اللي غنقول لك غيجيك غريب، قلت لك راك كتفكر فيه في عقلك ولكن ما عندكش كيفاش دير باش تقولو، كيجيك صعيب في النطق، ولكن انت مره مره كتفكر فيه كتعرف كتقول الله راه الله مقدس، ولكن بزاف ديال الامور كتجهلها اللي خصك تعرفها في الحياه إلا بغيتي يعني تقطع البر الأمان، وبغيتي يعني تعيش حياة سعيدة في الحياة ديالك، يعني السوسيال، الحياة ديالك الاجتماعية مع الناس مع الوالدين ديالك، حيت من يتقي الله يجعل له مخرجا. الله مقدس، من مور الله شنو كاين؟ الله هو الأول. من مور الله شنو كاين؟ الوطن. الوطن هو الأرض فين كنعيشوا، وحنا مغاربة حتى حنا راه مقدسين. إلا سبنا شي واحد، ملي كيخرج شي واحد كيسب المغاربة ولا كيسب المغرب، راه كاين ارتيكل لا روا كتهضر على هذا الشيء هذا، بان خصو يتحاسب ويتعاقب، غترفع به دعوه. علاش؟ السب والقذف، سب المغاربه. الوطن كيتكون من المواطنين، المواطنين اللي ساكنين في ذاك الوطن في المغرب، يعني مقدسين، والوطن مقدس حتى هو. الحاجه الثالثه الملك. الحاجه الثالثه اخوتي وهو الملك، حيت هو الساهر على الوحده الترابيه للمملكه، وهذا الشيء منذ قرون. ما يمكنلكش تخرج وتسب ملك البلاد غير هكاك تسبو، وما من حقكش اصلا تسب اي واحد كما بغى يكون. السب والقذف تجاه اي واحد واخا يكون مواطن بسيط، ما من حقكش انك تسبو، حيت في لا لوا غير بورتي بيك بلانت كيتسمى السب والقذف. ولكن السؤال الجوهري شنو هو اللي بغيت انا نقول لك هنايا؟ السؤال الجوهري، واش عمرك شتي شي واحد كيتحاكم حيت سب الله، سب الذات الالهيه؟ تقدر تقول لي وي راني شفت واحد خينا واحد النهار حاكموه سب الله. ملي كنمشيو للسويقه نتقداو في الصباح، شحال من مره كتسب كتسمع الناس كيسبوا الله؟ نقدر نقول لك 100 مره، 120 مره، حتى 200 مره. الصباح كله اللي كدوزو في السويقه كتسمع السبان ديال الله، الذات الالهيه، الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا وزرع فينا الروح. بزاف ديال الناس دي سالوبار كنسميهم انا، هذوك غير مسلمين، هما مسلمون هما بالفطره، ولكن ما ردينش البال لراسهم بانهم مسلمون، يسبوا الذات الالهيه، ما عارف، ما عندهمش وعي بان كاين واحد الله فوقهم هو اللي خلقهم وزرع فيهم الروح، وعارفهم غيجي واحد النهار غادي يسبوه، ولكن العذاب ديالهم راه كينتظرهم راه الفوق. كيسبوا الله وكيكونوا المخزنيه تما، ويقدروا يدوزوا حتى البوليس، ولكن ما كيردوش البوليس والمخزنيه لهذا الشيء هذا اللي كيسميتو البال. كيدوز مخزني كيسمع شي واحد مثلا في السويقه كيسب الله، واش هو غيشدو يقول له اجل هنا يديه مثلا المخزني مثلا؟ واخا كيشوف شي واحد كيسب الله، ولكن في الدماغ ديالو ما عارفش بان مثلا كاين واحد الارتيكل، كاين لا لوا اللي كتقول الا سب شي واحد الله خصك تبورتي به بلانت، وخصو يتقدم للمحكمه، وخصو يتحاكم، تسحب له راه عادي. علاش؟ حيت كيسمع بزاف ديال الناس في السويقه كيسبوا الله. يعني شحال من واحد خصو يشد هذا المخزني في الصباح؟ عتي 10 ولا 20 ولا 30 واحد مثلا كيدوز من حداهم داك المخزني في الصباح كيسبوا الله. مثلا واحد نقولوا كيبيع الخضره، واحد جاي يشري الحوت، سات شانق مع مول الحوت وسب له والديه، والاخر سب الله وسب له حتى هو والديه. يعني شحال من واحد غادي يشد داك المخزني في الصباح؟ ما يمكنلوش، هو ما يمكنش. داك الشيء باش هو كيمشي بحالاته وكيعتبر الامر عادي، كيغمض عينيه وكيمشي بحالاته حيت عادي. هذا هو السؤال الجوهري اللي خصنا نطرحوه على راسنا. علاش؟ لان حال المغرب ما بغاش يتبدل. علاش؟ حيت الناس كيسبوا الذات الالهيه وكنتفرجوا فيهم وما كيتحاكموش، والله غضبان علينا. علاش هدرت لكم على هذا الموضوع بالضبط؟ حيت كاينين بزاف ديال النماذج ديال الظواهر خبيثه كتبان على شاشه يوتيوب في المغرب، وهذا الشيء هذا كيديروه في العلن،
حيت داكشي اللي كدير انت مثلا اونفاس مع الكاميرا كتسحب لك انت، يعني غير انت بوحدك اللي كتشوف داكشي هذاك، وعندك واحد الجمهور مقيد، يعني هذوك الناس اللي داخلين يشوفوك ابوني عندك غير هما يعني اللي كيشوفوك، دير داكشي بريفي. ولكن راك غلط، داكشي هذاك راه كيشوفوك بيرو صغير، بنادم يعني عنده يلا 10 سنين وكيدخل كيشوف واحد السيد مثلا اللي خصو يكون هو قدوه بالنسبه ليه انه كيسب الله، دونك كيقول ما يمكنش هذا السيد كيسب الله، دونك راه عادي حتى انا غادي نسب الله غادي ندير بحالو. دونك هاد الناس هادو هما اللي شوهوا السمعه ديال المغرب وشوهوا السمعه ديال المسلمون، وراكم كتعرفوا منهم عدد كبير. ومؤخرا كان خرج واحد المغني ومعروف وسب الله وسب الذات الالهيه وما داروا حتى شي حاجه كاع ضده تجاهه، وكاع حتى الصحافه ما خرجتش هضرات عليه. وداك الشيء علاش؟ لان علاش كيفورني الفلوس؟ يعني حنا كنشوفوا غير الفلوس، ما دمنا نتبع هذا الطريق فحالنا لن يتبدل ولن يتغير، لان الله قال لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله ما كيهضر شيء عن عبث، الا قال شي حاجه راه كاينه. حنا تابعين هذا الطريق هذا ديال الفسق والزنديق والفساد، داكشي باش الحال ديالنا ما بغاش يتبدل. واللي كيبقى فيا انا وهو كاينين شي مغاربه ما داروا لا بيديهم لا برجليهم مساكن وكيمشيو في الرجلين، كاينين بزاف ديال الناس العديد ديال الناس متقين الله، ان لم اقول 90% ديال المغاربه راهم متقين الله مساكن، واخا دراوش متقين الله، ولكن ما خلاوهم شي وحدين حتى وحده كتخنز الشواري. لان ملي كتلقى في شي حومه مثلا الناس متقين الله كتلقى ديما في الراس ديال الحومه شي كابانه، شي واحد تما بزناز ولا كيبيع القرقوبي هو اللي كيفسق وكيفسد هذيك الحومه. علاش؟ لان الضرسه منين كتكون مسوسه في الفم ديال الانسان كتسوس له كاع السنان ديال الفم ديالو وكتوسخ له كاع الفم ديالو الا ما حيدهاش. خصك تحيد هذيك الضرسه هذيك باش المجتمع يتصلح. سمحوا لي يا اخوتي الا كنت كنهضر شي بعد المره مع السب، لان هذا الشيء هذا يحز في القلب. علاش؟ منين كتدخل اليوتيوب ديال المغرب كيختلف على يوتيوب ديال العالم كله، غير هو اللي يسر اللي فيه المشاكل وفيه الفسق والزنديق، حيت الناس يقدروا يديروا اي حاجه على الفلوس. عباد الله شوف فين وصل حال المسلمون. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يطهر القلوب من الخابات يا رب العالمين، الله يهدي ما خلق والله يهدي الجميع. كنتمنى ليله سعيده للجميع الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.